السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم ازاي تتعلم اندرويد من الصفر، يعني مش لازم يكون عندك اي خبره مسبقه. وعندك لو انت مثلا لسه ما بداتش في الاندرويد او اي حاجه ومن الكلام ده كله، انصحك برضك انت تبص على حاجه اسمها فلتر، يعني دي برضك حاجه جديده لسه جوجل منزلها، ممكن ان انت تطور بها تطبيقات اندرويد واي او اس الاثنين مع بعض نفس الحاجه، يعني كود برمجي واحد بس بتعرف تبرمج بيه الاندرويد والاي او اس. فانصحك انت تبص عليه لو قبل ما تخش على الاندرويد، فشوف انت حابب ايه وحاول تقرا عن الفروقات ما بينهم وايه الافضل والكلام ده كله، وشوف انت مرتاح لمين وابدا في ايه. ان شاء الله كل اللينكات والفيديوهات اللي انت محتاجها تبقى تحت في الديسكربشن ان شاء الله. بس يا ريت لو لسه مشتركش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ده تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك. ويلا بينا. تمام، اول حاجه لازم تكون متعلم جافا، يعني تعلمها كويس جدا، لازم تكون فاهم اوبجكت اورينتد بروجرامنج كويس جدا، عشان هي السنه الاندرويد كله عباره عن كلاسات يعني مجمعه مع بعض، لازم تكون فاهم اوبجكت اورينتد بروجرامنج كويس. فلو انت مثلا يعني متعلم جافا هيبقى دي كويس جدا، هتوفر على نفسك وقت كتير ان شاء الله. ففي فيديو تحت برضك ازاي تتعلم جافا من الصفر، يعني ايه دي المبتدئين ان هو عمره ما كتب برمجه قبل كده خالص، ولا عمره يعني اشتغل في البرمجه، فدي برضك بيعلمكم من الصفر لحد ما توصل لمستوى متوسط بكتير ان شاء الله. برضك لو انت مثلا مستواك متوسط وعايز مثلا تحسن مستواك، برضك في الفيديو اللي بقى يعني بوجهك برضك لكورسات يعني متقدمه شويه بحيث انت تتعلم مستواك ان شاء الله. تمام، ده اول حاجه. انت تكون مثلا لو مش عارف برمجه، او مثلا عارف برمجه بس مستواك يعني ايه مش قد كده، برضه في الفيديو ده ان شاء الله يعني هرجعك كل الكورسات والموارد اللي انت محتاجها والكتب وكل حاجه ان شاء الله. تمام، ده رقم واحد. تمام، الخطوه رقم اثنين، الخطوه رقم اثنين انت تاخد كورسات في يوداستي للاندرويد اللي انا بجريه، برضه في لينك تحت ان شاء الله يبقى في كل الكورسات بالترتيب، تاخدهم من البدايه للنهايه. بس انا انصحك انت تاخد الكورسات من الاول لحد كورس داتا ستورج. داتا ستورج اللي انت ما تاخدوش، يعني اول ما توصل للداتا ستورج دي وتبدا فيه وقف لحد هنا، وبعد كده تكون كتاب اللي هي هتبقى الخطوه الثالثه. بعد تخش على الخطوه الثالثه اللي هو كتاب مين؟ كتاب هيد فيرست اندرويد ديفلوبمنت. الكتاب ده جميل جدا وانصحك انت تقراه قبل ما تخش الكورسات ديت، عشان هتبقى متقدمه شويه، ويعني ايه هتتعب وهتزهق وهتحس ان الموضوع صعب ومش هتقدر تكمل. فانا انصحك انت تاخد الكتاب ده تقراه، هيبقى كويس جدا وهيوفر عليك وقت وبحث كتير ان شاء الله. بعد ما تخلص الكتاب ان شاء الله ارجع بقى لكتاب الكورسات يوداستي من حيث وقفت، وفضل كملها ان شاء الله لحد مثلا تحس انت الموضوع مش يعني ايه، حاسس انت ما عادش عندك اي استفاده او بتستفاد من الكورسات والكلام ده كده، اقف لحد هنا. وان شاء الله تحت الديسكربشن هسيب لك شويه مواقع وقنوات يوتيوب تتعلم منها ان شاء الله، ومصادر مهمه جدا لازم تتعلم منها ان شاء الله، فسيبها لك تحت برضك. وبعد كده بقى لو انت حابب بقى الخطوه اللي هي الاخيره بقى ان شاء الله، انت لازم تتعلم مع نفسك يعني ايه من غير اي حاجه. في مثلا جوجل بتعمل كل سنه بتهيألي او مش عارف كل كام فتره بتعمل مؤتمر اسمه جوجل اي او، ده عباره عن مؤتمر بيتحدث في كل يعني ايه البرودكت او المنتجات اللي بتقدمها جوجل ومنها الاندرويد. يعني لو انت كتبت جوجل اي او اندرويد هتلاقي كل المؤتمرات اللي عملوها عن الاندرويد وايه التحديثات الجديده في الاندرويد، وايه هو مثلا المطورين بتوع اندرويد ياخدوا بالهم من ايه اللي اتغير في الاندرويد، وايه التحديثات اللي لازم يضيفها على التطبيقات بتاعتهم وكل حاجه. فدي برضك مهمه جدا، يعني لو انت حابب ان شاء الله تستزيد اكتر وتطور مستواك اكتر ان شاء الله. تمام، فدي مهم. وبعد كده يعني ايه اسمع مثلا الفيديوهات ديت او المؤتمرات ديت، يعني هي بتبقى قصيره ان شاء الله، يعني حوالي ثلث ساعه نص ساعه. تمام، اسمعها وشوف هما بيتكلموا في ايه، وبعد كده ابدا دور مع نفسك وابدا اتعلم مع نفسك، يعني بحيث انت ما تستناش لا كتاب او مثلا كورس معين يتعمل على الموضوع ده، لا ابدا دور مع نفسك ويعني وابحث مع نفسك ان شاء الله تتعلم بسرعه. تمام، وحاول انت تتعب وتجيب على قد ما يعني، وحاول انت تتعب وتجيب اخرك يعني لحد ما تجيب اخرك وتقول خلاص ما عدتش قادر، وان شاء الله على قد ما تتعب على قد ما تلاقي ان شاء الله. بس فهو ديت يعني ايه خلاصه تجربتي مع الاندرويد، يعني بقى لي سنه وكام شهر كام خلاص من الاندرويد، من ساعه ما بدات اتعلم جافا لحد من الاندرويد. وبرضك في كورسات يوداستي في الفيديو بتاع الريفيوهات بتاع كورسات يوداستي برضك كان مقدم لك شويه نصايح، يعني ثلاث نصايح كنت اتمنى ان حد يقولهم لي قبل ما ابدا في الكورسات. فيعني اتمنى انت تشوف برضك الفيديو، هيفيدك كتير جدا لو بدات ان شاء الله انت. بس فهو دي الفكره اللي انا كنت عايز اقوله في الفيديو ده. فيا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت تعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ده تعمل لايك وتشير مع اصحابك. ويلا، السلام عليكم.